بس هي حقيقة يعني حكومة ولدت بظروف صعبة كلش أنا أتذكر قلت للسيد الكاظمي عندما تولى رئاسة الحكومة شجاعة للذي كان يتصدى وأن يصبح رئيس حكومة في الظروف اللي كان يعيشها البلد أنا في مقدمتك أنت ذكر ذكرت يعني إحنا حتى لم فوت بالأشخاص أنا بحياتي مم شخص الأشياء دائماً أناقش السياسات العامة للبلاد ولكن إذا تريد تعرج أي وإذا تريد تعرج على كل رئيس حكومة إلى تحديات من نوع آخر ويواجه صعوبات من نوع آخر وإذا نريد نعددهم نقدر نعددهم كل واحد إلى كان في مرحلته ظروفها وتحدياتها وصعوباتها سواء داخلية إقليمية خارجية صعبة كلش والمشكله تبدأ تسالني وانا جزء من هذا النظام عايشته من 2003 وتوليت به مواقع اساسيه ومهمه واطلعت على اشياء كثيره منها يقال الان ومنها لا استطيع ان اتحدث بها الان. انا كنت في مجلس الامن القومي، كنت مدير عام سياسات اقليميه لسنوات طويله، كنت مسؤول عن ملف نقل المسؤوليه الامنيه من الامريكان قوات الاحتلال الى القوات العراقيه وكنت مستشارا للرئيس لرئيس الجمهوريه ورئيس دائره بحدود 15 سنه فكنت احضر هذه الاشياء وانا يعني كشاهد على ما جرى اكيد هنالك اشياء كثيره، حكومه السيد الكاظمي ربما كانت الاعقد فيها اعقد شيء فيها انا في تقديري هو الانقسام الداخلي الكبير الغير مسبوق بالبلد.